وأيضا القضايا الحضارية والتاريخية والحبر العظم الكبير الميموني سي قمر. المرسم المغربي للنبض الإرهاب والتطرف بدا يعني سلسلة الندوات ديالو بواحد الموضوع اللي هو موضوع مهم، علاقة ما بين القانون وتغيير العقليات. واش يمكن القانون يغير العقليات؟ وطبعا هذا السؤال غادي يجاوب عليه الاستاذ عبد الحميد الجمر في اطار برنامج رساله نظم المرصد، لان تنصبر اللقاء الاولاني هو درس افتتاحي اللي غيقدمه الاستاذ الاعلامي والصحفي الاستاذ عبد الحميد الجمهري. وحنا عندنا شعار اخر هو المغرب والتسامح التزام حضاري. هذا كل الفروع ديالنا 40 فرع على صعيد المملكه وعلى 12 جهه كلهم غيديروا انشطه خاصه بالتسامح والتعايش، وكل واحد غياخذ تيما فيما يخص الانشطه والاهتمامات اللي تيديرها، لان تنعتبروا حنا اليوم العالمي للتسامح هو فرصه لنشر ديال ثقافة التسامح والتعايش والإيمان بالآخر والاختلاف. كل هاد القيم النبيلة الكونية تنعتبروا احنا مسؤوليتنا كباقي الهيئة ديال المجتمع المدني في إطار تحصين الطفولة ديالنا والشباب ديالنا. إذا بالنسبة لنا هاد اللقاءات اللي غادي تكون في الصعيد الوطني كامل غادي نتوجوها إن شاء الله بواحد الندوة دولية اللي غادي يحضروا فيها جميع الفرقاء، وزارة العدل التعليم كل فرقاء وبعض الاديان، باش ما نكونوا حنا سباقين هذه المساله هذه، باش على الاقل نخرجوا بواحد الكتيب اللي يمكن يكون هو خريطه الطريق او مرجع يمكن اننا نحتكموا ليه فين نختلفوا. خاصه ان في المغرب تنعتبر ان كاين التسامح، ولكن كما غادي يجي في العرض ديال السي عبد الحميد اظن هو ان كيف اننا نقننوا، لان ممكن متسامح واش كاين عندنا في الدستور عندنا كاين التسامح، لكن في القوانين الصادره عندك واش كاين التسامح في القوانين كانت جنائيه او كانت اي قانون اخر يمكن اننا نعتبروا التسامح موجود فيه. أنا عندنا ترسانة قوية من القوانين، ولكن العقليات اللي فيها الإشكال كما تقول البعض. وفي الحق هذا واحد السؤال، تقريبا منذ بدأت روح القوانين تسري في المجتمعات، وكان السؤال هو مدى تبادل التأثير والتأثر ما بين العقليات والقوانين. يبدو لي أنه في لحظة من لحظات المجتمعات لابد لها من إصدار تشريعات لكي يحدث التغيير، لأن نحن نعلم بأنه العقليات والدورة الزمنية ديال العقليات في التغيير عادة ما تكون بطيئة وطويلة الأمد، ثم في الأحيان بعض الأحيان كتكون مقاومة للتغيير، ولا سيما في لحظات ديال الكفاء ديال المجتمعات ولا في سيادة التيارات المحافظة كتقدر تكون بالفعل العقليات واحد العرقلة واحد الحاجز في التغيير. والمغرب أو الدول التي تكون لها إرادة خاصة في التطور لابد لها أن تختار هذا الطريق الثاني، أي طريق ديال إصدار قوانين لكي نساعد المجتمع على التطور وأيضا نساعد العقليات على التغيير. مثلا إلى عهد قريب كنا نتصور يعني أن المغربية كان من السهولة للمرأة المغربية المناضلة أن تدخل السجن، ومن الصعوبة ومن الاستحالة أن تدخل البرلمان، يعني حيث أنه كان واحد البون شاسع، وأيضا كانت هناك عقلية ذكورية في تدبير القوانين الانتخابية. وبالتالي مثلا وحدة بحال لطيفة الجبابدي دخلت السجن بسهولة ويعني أدت الضريبة، لكن انتظرت طويلا إلى حين يعني تغيرت نوعا ما القوانين فتغيرت العقلية السياسية داخل الأحزاب التقدمية والديمقراطية وبالأحرى داخل المجتمعات. وأيضا هناك واحد مجموعة من القوانين والتشريعات التي كانت وراء التغيير الحاصل ما يحدث في قضية المدونة، يعني كانت المجتمع إلى حد ما بسهولة يتعاشر مع قضية ديال القاصرات، وبالتالي لما جاء تغيير القوانين يعني كانت بعض المحافظة وبعض المقاومة، لكن في الغالب العام أنها ساعدت على التغيير. وبالتالي أعتقد أنه المجتمعات لابد لها من أن تصدر قوانين خصوصا ذات العقلية
علاقة إما بالجندرة أو ذات العلاقة بالفئات الهشة بحال الأطفال وزوج القاصرات واغتصاب، وأيضا فيما يتعلق بالقضايا ذات البعد اللغوي والثقافي، مسألة ديال التسامح، التعايش الديني إلى آخره. هذه الأشياء لا بد لها من قوانين تؤثر السلوك. وختاما نحن نقول بأن الأديان تخاطب الأرواح كما أن الحضارات تخاطب الثقافات، ولكن القوانين تخاطب السلوكات، وهي الأساسي التي تدبر يعني السلوكات ديال الناس تجاه الآخر. اليوم يعني التسامح تصادف واحد الأزمة دابا اللي تتعرف العالم، وهي الحرب اللي كاينه في فلسطين. واش العالم محتاج لي يعني لهذا التسامح في هذه الترفية بالذات؟ وطيب احنا كنا متضامنين مع القضية الفلسطينية، لأننا نعتبر أن القضية الفلسطينية القضية الأولى أو الثانية من بعد القضية الأولى ديالنا احنا، قضية الصحراء المغربية. ولكن أظن أن وقتها هذا لأن باش نعتبر أن لأن ما يقوم بالصهاينة لا تنظرش بأن الديانة ديالهم هي اللي عاطيهم هذا الحق هذا باش انهم يديروا اباده ديال الشعب كامل. ولكن تنعتبروا بان احنا التسامح ديال الديانات والتسامح ديال كل الاشكال اللي يمكن يامن بها الانسان ما عندها حتى علاقه بهذا الهجمه الشرسه اللي تقوم بها دوله اسرائيل. ولكن تنعتبروا بان هذا المرجع هذا اللي بغينا نقوموا به احنا هو ماشي هل المغاربه، احنا بغينا نحاولوا اننا المنتظم الدولي، لان غنرفعوا رسائل للمنتظم الدولي تنحتجوا فعل كل القيم بكل التجاوزات كانت انسانيه أو كانت تمييزية.